السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عند قبر خالد ابني الله يرحمه، الله يغفر له ويرحمه، نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ده حاجات كتير قوي، حبيت ان انا اتكلم معاكم فيها لان انا حاسس بيكم وحاسس بقلوبكم، ومش عارف اشكركم ازاي على عاصفة الحب اللي انتوا عيشتوني فيها الشهر اللي فات ده، ولا عارف اشكر اخواني ازاي ملوك الجدعنة اللي سابوا حياتهم وسابوا مستشفياتهم وسابوا شركاتهم وسابوا امورهم وسابوا مصالحهم وكانوا عايشين معايا 24 ساعة وسابوا أسرهم. الواحد عارف إن أغلى ثروة في حياتي ربنا ادهالي سبحانه وتعالى هي إخواني وهي الحب اللي الواحد عايش فيه. الواحد ممكن يكون ساب حاجات كان فيها أموال وكان فيها فرص وكان فيها عشان يفضل وسط إخوانه، والواحد عارف الوقت بفضل الله إن دي كانت صفقة رابحة. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني، علم عالم مستشفى الأطفال وعالم سرطان الأطفال اللي محدش عارف عنه حاجة. علمني لما شفت أم كل أمنيتها في الحياة إن ابنها يعرف ياخد نفسه، اما شفت ام كل امنيتها في الحياة ان ابنها يقدر يمشي على رجليه او يحرك صابع من صوابع ايده تاني، اما شفت ام كل امنيتها في الحياة ان ابنها يرجع يشوف تاني، انه يقدر يرجع يقول كلمة ماما تاني، انه يرجع عارف اللي حواليه تاني. انا شفت اطفال بيكافحوا عشان يعيشوا، ايه الهم اللي انت شايله؟ معظم الهموم بتاعتنا وهم يا جماعة. علمتني وهم الهم اللي احنا عايشين فيه، علمتني ان في ناس مسكينة قوي وفي ناس مبتلاء قوي وفي ناس موجوعة قوي. جبر الخواطر عبادة عظيمة عند ربنا. اما تشوف حد محتاج اجبر خاطره بلاش فكر اداء الواجب بتاعنا ده، وانا اتصلت بيه، انا اطمنت عليها، انا بعت له مسج، انا بعت لها بوست. وقفوا جنب بعض بجد، وقفوا جنب بعض ماديا، وقفوا جنب بعض بالتواجد. خلوا عندكم شهامة، خليك انسان شهم في الحياة. فكرة هو انت مزنوق، والله ده انا ممكن لو عايز حاجة اقول وانا موجود. سيبكم بقى من الفكر الهم ده، الفكر العفن ده. اللي عايز يساعد يساعد، اللي عايز يقف في ضهر حد يقف في ضهر حد وما يقولوش. ما تعرضش خدماتك، اقف واخدم لانك حقيقة بتتعبد لله سبحانه وتعالى. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان اقدار الله غالبة، الله غالب على امره، اقدار الله غالبة. معظم الابتلاءات بنقول يا رب وربنا بيفرجها، ولكن في قطار للاقدار هيمشي هيمشي وهو الواحد القهار. ولازم نقبل قطار الاقدار ده، ولازم نعرف ان في حكمة عظيمة. علمني ابتلاء خالد ابني ان ممكن طالب ما جابش في الثانويه العامه مجموع يخليه يدخل حتى مرحله ثالثه تنسيق، ونفسه يدخل كليه الطب، ونفسه يدخل كليه قمه، مش نافع، مستحيل. ربنا عمل لك حاجه اسمها الابتلاء تعرفي تدخلي بيها كليات القمه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان مجموع عبادتنا والمجموع بتاعنا في العباده والطاعه ما يدخلناش كليه حلوه، ما يدخلناش اللي احنا عايزينه. فربنا عمل لنا الابتلاء غصب عننا عشان ربنا يدخلنا المقامات العاليه في الدين ويصطفينا ويرفعنا ويكبرنا. هو في طالب سنه وبيدخل جامعه الا بامتحان، هو في طالب اعدادي بيدخل ثانوي الا بامتحان. يا اخوانا الابتلاء ده قدر، يا اخوانا الابتلاء ده سر الترقيه يا جماعه، يا اخوانا ده هي تورتايه جميله بس ملفوفه في علبه سوداء. انما المحنه جواها منحة، ومفيش ابتلاء الا في ابتلاء اشد منه. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان مفيش ابتلاء الا في اللي اشد منه. انت بتبقى موجوع تشوف غيرك تقول الحمد لله على اللي انا فيه، غيرك يشوف غيره يقول الحمد لله على اللي انا فيه. احمد ربنا، احمد ربنا. كنت يعني حزين لانني بلا جوربين حتى رايت رجلا بلا ساقين. احمد ربنا. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان الابتلاء قدر من الله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. يعني الموت والحياه كل القصة اللي احنا فيها عشان الابتلاء، عشان الامتحان. من غير امتحان مش هتترقي، من غير امتحان مش هتطلعي، من غير ابتلاء مش هتوصل لكليات القمة بتاعت الفردوس الاعلى، من غير ابتلاء ربنا مش هيصطفيك، والابتلاء ده انت هتفضل عايش في بركته الى ان تلقى الله. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان احنا غرقانين في نعم واحنا مش حاسين بيها. قبل ابتلاء ابني انا ما كنتش عارف يعني ايه نعمة البلع، ما كنتش عارف يعني ايه نعمة البصر، ما كنتش عارف يعني ايه نعمة النفس، ما كنتش عارف نعم كتير. واحنا قبل ابتلاء كورونا كنا عارفين يعني ايه النفس، هو احنا ما كنتش عارف يعني ايه نعمه مراكز المخ والملكوت بتاع مراكز المخ، ما كنتش عارف ان احنا غرقانين نعم ومتقلنا انها حاجه بسيطه، ما كنتش عارف يعني ايه ان الافرازات بتاعت صدرك بتكح كده وتلاقيها طلعت. ما انتش عارف امال اللي ما عندوش الكحه دي انت ما انتش عارف هو بيعاني قد ايه، اللي نقطه معينه بتولي فيها انت مش عارف حياته بتتحول قد ايه. احمد ربنا على النعم اللي انت فيها،
اتكسر ربنا، اشكر ربنا. هو انت مش ده انت لو لبست حجاب بس عشان مركز السمع اللي ادهولك، ده انت لو صليت في الجماعه بس عشان مركز البصر اللي ادهولك، ده انت لو فضلت تصلي قيام ليل بس عشان مركز التنفس اللي ادهولك. والله ما هنوفي ربنا حقه. علمني الابتلاء، علمني الابتلاء اللي انا فيه لطف الله، علمني ان ربنا لما بيبتلي ما بيسيبش العبد ابدا ولا لحظه في الابتلاء، وبيدي له 1000 رساله بتقول له انا معاك وانت في الابتلاء وكنا به عالمين. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان ربنا قريب مجيب، حتى لو في بعض الابتلاءات لقيت الاجابه ربنا اختار لك ما هو اعظم من الاجابه. وكل ده مش اجابه دعاء، هو حب الناس اللي الواحد شافه ده. انا بصيت في جنازه ابني، انا مش متخيل يا جماعه احنا كنا هنموت من الزحمه. هو ده مش اجابه دعاء؟ هو الرجالة اللي وقفت جنبي، إخواني اللي سابوا الدنيا والحياة وأخواتنا وسابوا الدنيا وقفوا جنبنا، هي دي ملوك الجدعانة دول، ملوك الشهامة دول. هو ده مش إجابة دعاء؟ اللطف اللي ربنا لطفه بخالد ابني، هو ده مش إجابة دعاء؟ الأمل اللي ملأ قلوبنا، هو ده مش إجابة دعاء؟ هي إجابة الدعاء. لو ده مش إجابة دعاء ولا أموال الدنيا كانت تجيب حاجة من الكلام ده كله من أوله لآخره. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني إن ربنا قريب مجيب. يا جماعة يمنى يعني بنتي اللي واقفة على قبر أخوها دلوقتي، هي نفسها يما دخلت مستشفى ودخلت حضانه ودخلت حضانه تاني، وبعد كده الدكاتره قالوا لازم تعمل عمليه جراحيه، وانا اب قلبي كان موجوع، صليت قيام ليل ودعيت ربنا. الدكتور قال نيفر نيفر بالتعبير بتاعه، اكبر جراح اطفال عندنا هنا، قال نيفر مستحيل. سالت استاذ تاني كبير في كليه الطب، قال مستحيل. وبعد قيام الليله رايحين في ميعاد تحديد العمليه، الدكتور قال ما عندهاش اي حاجه، ربنا قريب مجيب، ربنا سميع دعاء. الدكتور بيقول انتوا جايبينها ليه اصلا؟ هو في ايه؟ انت اللي من 3 ايام قلت نيفر، مستحيل، مفيش عند ربنا مستحيل. ادع ربنا، ادع ربنا لان ربنا بيستجيب الدعاء، ادع ربنا لان ربنا قريب مجيب، ادع ربنا. ولو في بعض ابتلاءات ما لقيتش الاجابه فيها او اتاخرت، اوعى تفقد الثقه ان ربنا قريب مجيب. في هنا حكمه بقى، في هنا لطف بقى، في هنا حكمه عظمى فوق دماغك، دي عبوديه العقل بقى. ادعي ربنا، ما انساش ابتلاءات حياتي، ما انساش لما جالي مغص وتسد الحالب، عندي 5 حصوات في الكلى الشمال بقالي 15 سنه، الكلى ما فضتش من الحصوات، لا عمليه، لا اشعه، لا اتسد الحالب والحقوا شوفوا هيعمل ايه، اتسد الحالب الساعه 2 بالليل وانا مش عارف اعمل ايه. وقفت من ايدين ربنا في ركعتين اصلي، الخمس حصوات نزلوا وانا بصلي في الركعتين، ربنا قريب مجيب. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نحسن الظن. الخضر وموسى يا جماعه، الخضر 3 قصص مروا بالخضر وموسى، اصحاب السفينه اللي اتخرقت مش ان ده الخيمة فينا ولقاها معيوبة فسابها، انما اللي ابنهم اتقتل معرفوش ان ده الخير غير بعد سنين لما ربنا اديهم اللي احسن منه وقالوا فعلا ده الخير من ربنا. انما الاب اللي كان عين كنز لولاده الاتنين اليتمى اللي هيبقوا يتمى بعده ومات من غير ما يعرف يقول لهم الكنز فين، معرفش ان ده الخير غير بعد ما مات وقابل ربنا وعرف ان الحكمة ان ولاده ما كانوش يعرفوا مكان الكنز وهم اطفال، كانت الناس قتلتهم، كانت الناس سرقتهم، كانوا طلعوا عيال فسدة، لما كبروا ربنا عرفهم مكان الكنز. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان ربنا لطيف قوي، وان ربنا كريم قوي، وان ربنا قادر قوي، وان ربنا عظيم قوي، وان ربنا الواحد القهار، وان احنا لازم نستسلم لاقدار الله، ولازم نرضى بما كتبه الله، ولازم نحسن الظن بالله ونفضل ندعي ربنا ليل نهار، وان مفيش حاجه تقدر تبرد النار اللي في قلب اي اب او ام على فقد ابنهم الا ربنا. العزاء عزاء الله. الابن بالنسبه لابوه ما كانش شخص بيحبه وراح منه، الابن بالنسبه لابوه ده ذكريات عمره، ده ذكريات وهما بياكلوا مع بعض، وهما بيكلموا بعض، وهما بيتناقشوا مع بعض، وهو مولود، وهو بيرضع، وهو عيان، وهو سليم، وهو بيذاكر، وهو فرحان، وهو زعلان، ذكريات في ماضي، وامل في مستقبل، امل انه كان هيبقى عشان ربنا ايه؟ هيبقى عشان الاسلام ايه؟ هيبقى عشان امه وابوه ايه؟ وحب مغروس في القلب. الابن مش حاجه قليله. علمني الابتلاء بتاع خالد ابني ان في حاجات لو معاكي اموال الدنيا مش هتعمل لك فيها حاجة، ان في لحظات هتفرق معك اي حاجة، في لحظات مش هينفعك غير الله، مش هيقف معاكي ولا هيسندك ولا هيبقى ركنك الشديد غير الله، فانت محتاجة قوي وهتحتاجي قوي وهتفضلي طول عمرك تحتاجي قوي في الدنيا وفي الاخرة. خلينا مع ربنا خالد ابني ان ربنا هو اغلى حبيب، وان احنا بنحب ربنا قوي، وان ربنا اغلى من حياتنا ومن عمرنا، وان ربنا بيختار لنا الاختيارات اللي ممكن تبقى صعبه علينا وايدينا هترتعش لو جينا نختارها ونكتبها على نفسنا، ولكن ربنا عالم الخير لينا وربنا بيختار الخير لينا. وكل يوم هندرك، كل يوم في الدنيا وكل يوم في الاخره هندرك ان كل حاجه ربنا عملها لنا كانت في مصلحتنا. الله يغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله يغفر للمسلمين والمسلمات، الله
يجبرنا يا جبار اجبرنا، يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل نيران الابتلاء بردا وسلاما على قلوبنا يا رب. اللهم يا لطيف الطف بنا يا رب، يا لطيف يا جبار اجبرنا، يا جبار اجبرنا. اللهم اجبر اللهم اجبر كسر المنكسرين يا رب. اللهم إن كسرنا لا يجبره إلاك يا رب، وجرحنا لا يجبره إلاك يا رب. اللهم أنت الرؤوف الرحيم، اللهم أنت اللطيف الودود، اللهم اجعل لنا ودة، اللهم اجعل لنا ودة، اللهم اجعل لنا ودة. اللهم الطف بنا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.